لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تريد، أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. لا تصالح، دي رائعة الشاعر أمل دنقل. لا تصالح مقطوعة من الإبداع الذي سيبقى خالداً عبر السنين، محفورة في وجدان النضال العربي بتاريخ وقيم ومعاني عن رفض التطبيع والتأكيد على تاريخ 5 حروب خدهم المقاتل المصري والعربي ضد الدولة العدو. لكن إيه المناسبة أن أنا بقول الكلام ده دلوقتي؟ هو النهاردة ذكرى 6 أكتوبر؟ لا. النهاردة ذكرى بحر البقر؟ لا. النهاردة ذكرى 56؟ برضو لا. النهاردة مفيش حاجة من دي خالص. النهاردة عار ارتكبه حمدي رزق، عار ان يطلع واحد من خلابيس السيسي يحرف معنى لا تصالح ويحرف تاريخها النضالي ويلوي عنق القصيدة ويستخدمها في خلاف سياسي ما بين المعارضة وبين السيسي. وده اللي عمله كاتب في حجم اسمه حمدي رزق. في مقال حمدي رزق بيقول أو بيساوي بين المعارضة وبين العدو، العدو اللي قتل آلاف المصريين والعرب، العدو اللي شرد بيوت المصريين، العدو اللي أخر اقتصاد مصر سنوات لحد دلوقتي، العدو اللي دفن الأسرى المصريين في الصحاري، العدو اللي اتريق علينا. حمدي رزق بيساوي ما بين معارضين السيسي وبين العدو ده. طالع حمدي رزق يقول للسيسي لا تصالح ولو منحوك الذهب. شوف التزوير، شوف السخافة. انت سخيف قوي يا حمدي ولص، ولو أمل دنقل كان عايش كان قلع اللي رجله ضربك بيه، لأن القصيدة اتقالت على إسرائيل. يا حمدي ده حتى إسرائيل اللي اتكتبت عليها القصيدة العظيمة دي، انت دلوقتي انت ورئيسك سمن على عسل ونايمين في سرير واحد مع بعض بعد سنوات من هجوم إعلام السيسي والحفلات اللي كان بيعملها النبطشية ضد قطر وحكومة قطر وأمير قطر والسيدة الفاضلة أم أمير قطر واتهام قطر بدعم الإرهاب وغيره وغيره. النهاردة إعلام السيسي بان مرتبك، مش عارف يتعامل ازاي مع الزيارة، لدرجة إنه إعلام السيسي في الأول التزم الصمت، وده اللي أشار ليه الكاتب الصحفي جمال سلطان، وكتب وقال بالنص كده: السيسي يزور قطر اليوم والصحف المصرية بكاملها تقريبا تتجاهل خبر الزيارة رغم أنها أهم نشاط لرأس الدولة هذا اليوم، وتبرز بدلا منه أخبار رئيس الوزراء، البنك المركزي، مباراة برشلونة. هل من تفسير؟ تعال نشوف كده الأستاذ جمال سلطان جاب الكلام ده منين. نشوف منشطات صحف النهاردة، نلعب المنشطات. يلا يا عم. السيسي يتابع المشروعات القومية، مفيش أي حاجة عن الدوحة. اللي بعده، مع أن السيسي في الدوحة بس هم يعني يتكلموا على أي حاجة. الأخبار أهو، بعد الملك تشارلز الثالث السيسي يوجه بتخصيص، شوف السيسي فين بحزمة، مفيش أي حاجة. الملك تشارلز الثالث يلتقي مش عارف تعازي أعضاء البرلمان في وفاة الملكة، ده أهم خبر عندهم. قال طب والسيسي في الدوحة؟ لا ما احنا مش عارفين نكتب إيه، هنكتب إزاي ونكتب إيه؟ ده الشروق والأخبار. طيب نروح اليوم السابع، حوافز رئاسية للمتفوقين من طلاب أشبال مصر الرقمية، نساء وعظيمات ومبادرات رئيسية مش عارف فين، حياة كريمة. السيسي في الدوحة، ما خدناش بالنا والله، ما جالناش تعليمات لسه، لسه ما جاتش تعليمات. ده الوطن، السيسي وجه بسرعة إنشاء السيسي في الدوحة يا جماعة، لا ما خدناش بالنا والله. الحوار الوطني يبدأ مرحلة الكل له دور، ماشي. ده الوطن،
يا اخوانا المصري اليوم توجيهات الاسيا بسرعه تنتهي من التحول الرقمي ومكان ده السيسي في الدوحه. لا نجيب اي اخبار قديمه للسيسي ونحطها هنا. دي منشطات الصحف الصباحيه في مصر، مفيش اي خبر ان السيسي راح الدوحه. الاخبار المسائي ده بقى اللي بيطلع الساعه 5، ما في الرئيس السيسي يوجه بحسن اداره اصول الدوله، السيسي في الدوحه. في تجاهل، لكن ايه سر التجاهل ده؟ ما جاتش تعليمات مثلا؟ ممكن منتظرين يشوفوا حجم الرز اللي هيمنحه امير دوله قطر الى السيسي. وده اللي بيقول كده حد من المغردين، يمكن حد بيقول اهو احمد بيقول حاله من الترقب تسود الاعلام المصري كما لو كان السيسي قد ذهب لقطر بمجموعه من المطالب وينتظر الاعلام مدى تجاوب قطر معها حتى يقرروا مصيرها ونوعيه الحملات التي ستكون ضدها، وكلنا هنا يترقب هل ستظل قطر ارهابيه ام انها ستقدم ما ستصبح به الشقيقه الصغرى والحليف الاستراتيجي. ده انت عبقري يا احمد، ده انت عبقري بقى ولا ما اعرفش. ده تحليل رائع، انا مع التحليل ده. ناس كتير مش قادرين يتصوروا ازاي الاعلام هيتكلم عن امير قطر النهارده وبيستقبل السيسي، زي الباحث السياسي الاستاذ عمار علي حسن، دكتور عمار علي حسن، اللي كتب قال لا اشاهد الاعلام احمد موسى منذ سنوات، لكني مضطر الى الجلوس امام برنامجه اليوم لاسمع وارى كيف سيغطي زياره السيسي لقطر، وذلك لاسباب يعلمها القاسي والداني. استاذ عمار علي حسن اسمح لي نيابة عن أسرة برنامج مصر النهاردة، بكرة مش النهاردة هنعزمك على الطبق اللي هيتعجبك قوي، الأسباب اللي يعلمها القاسي والداني بكرة. وليه اخترنا بكرة؟ عشان يكونوا قالوا اللي عندهم النهاردة، فاحنا استنينا لما يشتغلوا النهاردة ويتكلموا ونطلع لهم بقى الدفاتر اللي اتقالت على أمير دولة قطر وأسرة أمير دولة قطر وعلى كل قطري، مش على قطر بس، مش على أمير قطر بس، مش بس الإعلام، إنما ساحات القضاء كمان كانت شاهدة على أعمار وسنين ضاعت لمعتقلين بتهمة اسمها التخابر مع قطر. ده لسه في ناس في السجون حتى الآن بتتحاكم على تهمة التخابر مع دولة قطر. لكن يبدو إن السيسي المأزوم تفرغ إعلامه لينا وما عادش عنده مشاكل في البلد خلاص غيرنا، وكأن الهجوم على إعلامنا بقى واجب وطني أو حل لمشاكل نقص الدولار وقفل المصانع والديون المتلتلة في رقبة مصر. وطالع أحمد موسى لا يقل سفالة وسفاقة عن حمد رزق يقدم وصلة جديدة لا تقل حقارة ورداءة عن الوصلة اللي قدمها حمد رزق. حضرات السادة أنا بعتذر إن أنا بجيب لكم شكل بور الجاز أو البلنجانة دي، لكن أنا مضطر. اتفضل يا جماعة. هو مفيش غير الإخوان؟ آه مفيش غير الإخوان، مفيش أي تهديد البلد إلا من الإخوان. ناصر ده هربان موجود في لندن حاليا بيقول إيه؟ بيقول إيه وكانوا بيقولوا إيه؟ تعرفوا الأشرار قالوا عن بلدنا إيه؟ وعن القضاء في مصر إيه؟ وعن مؤسسات البلد إيه؟ وهيطرمخوا ولا لأ؟ تعالوا نشوف لما كانوا بيقولوا، لما تعرف الحقيقة النهاردة مرة تانية ومرات ومرات، انه ليل ونهار هو بيقول لك الكلام الغلط، بيقول لك اكاذيب، عمره ما هيقول لك حاجة صح. اسمع قال ايه عشان تعرف الناس دي بتروج شائعات ضد بلدك ومؤسساتها. يا احمد ما تتعبش نفسك، الشارع ما بيصدقكش، لا انت ولا عمرو اديب ولا الباز افندي ولا نشأت. انتوا الاربعة الشارع حاططكم في قفة واحدة ومش بيصدقكم. يديه الشعب اللي بيطالب برحيل السيسي مش أهل شرم ولا هم المسؤولين عن ضياع البلد زي ما انت بتقول وانت ورئيسك، ولا حتى ثورة يناير هي اللي ضيعت البلد. السيسي يديه هو وانتوا السيسي ومنظومة الفرعون انتوا المسؤولين عن ده، وده المعنى اللي أشار إليه الحقوقي هيثم أبو خليل، فكتب تغريدة بيقول منها لله الفترة من 2011 ل 2013، وطبعا بيهزر. ضيعت تيران وصنافير، ووقعت على اتفاقيه مبادئ السد النهضه، وضيعت حقنا في غاز المتوسط، وبنت قصور رئاسيه، واشترت طائره رئاسيه بنصف مليار بالديون والسلف، ارحل يا سيسي. طبعا بيهزر الاستاذ هيثم ابو خليل. الناس اللي بتصرخ من الظلم في مصر بقوا اهل شر. زي المواطن ده
اللي كان مؤيد السيسي قوي وكان يعني مؤمن جدا، بس ظلم النظام وصل لبيته بعد ما الداخلية نكلت بأسرته لدرجة انه طلع قال احنا مش بشر، احنا رعاع في عزبتهم. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة النهاردة 15 سبتمبر، ايه بقى مولد ايه في 15 سبتمبر؟ مولد الواد يوسف الحسيني. اه والله العظيم ده عيد ميلاد يوسف الحسيني، وفاة المعنوية ليوسف الحسيني، واحد من أكبر مروجي الشائعات خلال الأسابيع اللي فاتت. وكالعادة كل إعلاميين السيسي أو بلاليس السيسي، وهقول لك برضو في آخر المقدمة دي ليه قلت عليهم بلاليس، كعادة كل بلاليس السيسي يكذبوا ويطلعوا يلبسوها في شماعة الإخوان والإعلام المعادي، زي ما بيقول المأسوف على شبابه. هنا يرقد يوسف الحسيني، ده لو عنده دم، ده لو عنده ذرة دم بتجري في عروقه ما يطلعش تاني. المأسوف على شباب يوسف الحسيني عايز يعلقها في رقبة الإعلام المعادي والإخوان. اتفضل. خلونا نروح بقى على الشائعات، جو الشائعات اللي بطبيعة الحال دلوقتي في موسم، هو احنا مش في عندنا زيارات متبادلة وعندنا أمير قطر يزور القاهرة، فخامة الرئيس السيسي يزور الدوحة وما إلى ذلك. طيب هو الإخوان هيشوفوا ده ويسكتوا يعني؟ يعني هيبقى في عندنا مشتركات وقضايا نعمل على حلها معا، ويبقى في عندنا استثمارات واقتصاد وقضايا سياسية وإقليمية، وبنتفق على أمور علشان بعد كده رايحين القمة العربية في الجزائر. عايز الإخوان تسكت ليه؟ لازم يروح على طول يقعد يفرقع لك بلالين في هوا يا أخي. جبلة يا أخي، جبلة يا أخي. طب الإخوان وحشين وبتوع شائعات، أنت بقى بتاع إيه؟ يا جايب الثقة والدم ده منين؟ ده مصر كلها من امبارح بالليل عاملة عليك حفلة، اخوان على مسيحيين على مش مسلمين وعلى كله، جايب الثقه. انت بتاع ايه بقى؟ الاخوان الاعلام المعادي اللي هو احنا بتاع شائعات، انت بتاع ايه بقى؟ مش يوسف ده اللي طلع وقال للناس، قال لهم سلموا الدولارات اللي معاكم قبل 15 سبتمبر، واللي معاه دولار النهارده يلحق يوديه البنك. هو ده يوسف، هو ده يوسف اللي قال اللي معاه دولار يلحق يوديه البنك. هو ده الاخ، بس تقريبا كان عنده احساس انه هيطلع كذاب فمسحوا له الفيديو. خش كده شوف الخبر بتاع المصر اليوم وانزل لتحت هتشوف رابط الفيديو محذوف اهو. يوسف الحسين المصريين نصيحه لوجه الله اللي عنده دولار يطلعه قبل 15 سبتمبر الاثنين 22/8. اطلع 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 اطلع، الفيديو اتمسح غير متاح. انما الواد الحسيني حاول يفلت من الكدبه دي، فيدور على طريقه يا صالح يفلت عليها. يفلت ازاي من الحفله اللي معمول عليه من امبارح؟ هروب، محاوله هروب فاشله يعملها الحسيني بالهجوم عليا انا. انا انا عملت لك حاجه؟ ده مصر كلها بتقطع في لحمك. اتفضل. طالع تتكلم عني ليه؟ يوسف الحسيني يفتح النار على محمد ناصر. لا وبيقول لي ايه؟ اطلع بالخبر بيقول لك محمد ناصر عايز قلمين، انا ادي لك قلمين. ليه يا معلم؟ ليه يا ريس؟ هو انا الدولار؟ شن الاعلامي يوسف الحسيني هجوما على الارهابي محمد ناصر مؤكدا. طلع تتكلم عني ليه؟ هو انا عامل ليك قلق ولا ايه؟ وبعدين راح قال ايه؟ انا حذرت يا ناصر يا ارهابي يا فاشل، اديك قلمين على وشك وبس، انت شخص تافه. انا يا يوسف والله العظيم اللي عاملينه فيك الناس من امبارح قسما بالله العظيم لو عندك دم تستخبى، لكن سيبك من اسرافك وقله ادبك، انت معذور برضو. اصل يوسف النهارده يا حضرات كان على مسرح السوشيال من امبارح بالليل، من امبارح الساعه 12 بالليل. هتقول لي اشمعنى ما كل اعلام السيسي براليز كدابين؟ فين المشكله؟ هقول لك، اولا ده مش مجرد مذيع. هتقول لي مش مجرد مذيع يعني ايه؟ له قرنين غير القرنين، ما جبناش ست قرون دلوقتي. الاخ ده بيشتغل في التلفزيون المصري في القناه الاولى، يعني الاستوديو اللي جابه لك من شويه صالح، هات يا صالح الاستوديو كده، الاستوديو اللي انت شايفه ده في استوديوهات التلفزيون المصري في مبنى ماسبيرو. الاستوديو ده
الديكور الهلوم ده بس اقف هنا في مبنى مسبيرو في القناة الأولى. ماذا تعني؟ ماذا تعني الكون يساعك يساعني رد ابن الكلب يا جزمة؟ ده قصيدة لعبد العنودي مش بتاعتي. الاستوديو ده في مسبيرو، يعني الأخ ده بيشتغل وبياكل عيش من أموال دافع الضرائب. في موضوع شغل مصر كلها بقاله مدة، لأن هو دليل على القضاء في مصر، إن مرتضى منصور واخد حكم شهر حبس 30 يوم وما اتحبسش لحد دلوقتي، وبيطلع كل يوم يتكلم في النادي الزمالك وفي قناة نادي الزمالك اللي بقت بتاعته. السؤال، الراجل ده عليه حبس يا جماعة، ما بيتحبسش ليه؟ ده أنتوا بتاخدوا الناس ببوست على الفيس، ده بحكم قضائي عليه حكم حبس، ولو عايز يعمل نقد بيعمله من داخل الحبس، والحكم ده هيخليه ما يترشحش للزمالك تاني، ما بيتحبسش. فجأة كده نسمع خبر بعد كل ده انهم هيتصالحوا. والله الخبر اهو، خلال 48 ساعة في فيتو الصلح بين الخطيب ومرتضى منصور، وقال لك بقى قريبا وخلال وقت قريب جدا هيتم الصلح بين مرتضى منصور وبين الخطيب، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن هذه الصيغه خلال 48 ساعه. خلاص؟ انا لما قريت الخبر النهارده قلت عرفت انا بقى مرتضى منصور بيبرطع ليه، ده عشان فاهم بقى انه مش هيتحاسب، واذا تصالح يتنازل الخطيب، ولما يتنازل الخطيب يبقى خلاص القضيه راحت. لكن فجاه الاقي خبر، يا علي مش ده يا علي، خبر النهارده كده، ايوه، عاجل الاهلي يطالب المجلس الاعلى للاعلام الكشف او كشف اسباب عدم التحقيق في تجاوزات رئيس الزمالك. ده دلوقتي وكان فيتو بتقول حاجه، ارسل النادي الاهلي مذكره رسميه الى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى طالب خلالها بكشف الاسباب الحقيقيه لعدم البت في عشرات الشكاوى التي تقدم بها النادي بخصوص تجاوزات رئيس النادي وظهور مستمر على الشاشه لتوجيه السباب والشتام الباطله في دون حق في الاهلي والخطيب. ايه بقى الموضوع؟ انا تحليلي للموضوع ان مرتضى منصور بيمثل النظام، بيمثل ناس كبيره في الدوله، ومرتضى منصور اكبر من القانون، وانا يؤسفني اقول ده لكن دي حقيقه، مرتضى منصور اعلى من القانون بكتير. مرتضى منصور هو نظام السيسي، وفي ناس في الدولة وقد يكون على رأسهم عباس كامل بيحمي مرتضى منصور، بيحميه رسمي. هذا الرجل كمية الإهانات والشتائم اللي شتمها لأمهات مصر، الرجل ده طلع قال مصر ما فيهاش راجل، ومع ذلك ما فيش راجل حبسه، يبقى هو صح، يبقى مرتضى منصور صح، مصر ما فيهاش راجل، يبقى هو في القانون فعلا. تحدى مرتضى منصور انه يتحبس يوم ساعة وما اتحبسش، فيبقى ان الراجل ده جوه النظام ناس كبيرة جدا ربما يكون السيسي نفسه مسانده.